طيب تنظيم اول بطوله لكاس الامم احدثها كواليسها ناس تعمل دايما مع اول بطولتين لكاس الامم وكانهم بطولتين ودياتين ما كانوش بطولات رسميه بعدد المنتخبات اللي كانوا موجودين فيها. لا هي البطوله كانت في الخرطوم في السودان واتعمل اجتماع في الهيلتون الخرطوم وحضروا الاربع دول مصر والسودان واثيوبيا وجنوب افريقيا وطلبوا من كل دوله انها تقدم قائمه باللاعبين اللي هيشاركوا في هذه البطوله. مصر قدمت القائمه بتاعتها، السودان قدمت القائمه بتاعتها، اثيوبيا فوجئوا بمندوب جنوب افريقيا مقدم قائمتين. فسالوه يعني ايه قائمتين؟ احنا بنتكلم على منتخب واحد. قال لهم لا هو ده منتخب للسود وده منتخب للبيض. تحبوا تلعبوا بانهي؟ احنا مش هنقدر نحط الاثنين في فريق واحد. ما عندناش بيض يلعبوا مع السود ولا سود يلعبوا مع البيض. عايزين منتخب الابيض موجود. عايزين منتخب الاسود موجود. لكن الاثنين مع بعض لا. فيش بعد كده. فاختاروا انتوا. طبعا الناس رفضت واصروا على استبعاد جنوب افريقيا طبعا. فبقت البطوله من ثلاث دول مصر السودان مصر السودان واثيوبيا وفازت بها مصر بس هي ما كانتش يعني بطوله ضعيفه هي كان دي البدايات ما هو سهل دلوقتي ان احنا واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم على بطوله الامم نهزر او نتريق او نقلل من قيمه بطوله 57 جت البطولة اللي بعديها في القاهرة 59 ومصر والسودان بيلعبوا الفاينل يعني فبالليل في الفنية العسكرية كان معسكر المنتخب كان الرئيس جمال عبد الناصر ليلة الماتش النهائي قال انه هو كرئيس لمصر لا يعني من يفوز لكن يعني ان الافارقة فعلا بقوا ايد واحده وقدروا ياسسوا اتحادهم وقدروا يعملوا اول بطوله امم فاللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر دي كوره ده كان راي جمال عبد الناصر. عايز اجي بس قبل ما اخش في الصدام الثاني بين افريقيا والفيفا عشان بطوله الامم اقف قدام جمال عبد الناصر لانه يعني يقال انه جمال عبد الناصر كان هو المحرك الرئيسي وراء هذه البطوله بطوله امم افريقيا لانه جمال عبد الناصر كان شايف ان الكوره اهم بكثير جدا من انها تبقى اهلي وزمالك وانه الكوره دي سلاح قوي جدا يجب استغلاله لدرجه ان هو اصر على ان مباراه الاهلي والزمالك يعمل مباراه في الاهلي والزمالك لصالح تسليح الجيش المصري وتمويل صفقة الأسلحة التشيكية. فدي كانت رؤية جمال عبد الناصر للكرة وده اللي حكاه برضه محمد لطيف الراحل على إنه كان مهتم جدا لما سافروا البرتغال يحضروا اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا ويعلنوا تأسيس الاتحاد الأفريقي كان جمال عبد الناصر بيتابع دايما ومحمد لطيف وعبد العزيز سالم دخلوا في صدام مع السودان على انه ليه مصر ما تبقاش هي المستضيف اول بطوله امم ليه في الخرطوم فالرئيس جمال عبد الناصر انزعج جدا وقال لا تتلعب في السودان ما تتلعبش في مصر احنا مش عايزين الاتحاد الافريقي او بطوله الامم عشان نخسر بعض او عشان نحارب بعض احنا خدنا البطوله دي واسسنا الاتحاد عشان نبقى كلنا مع بعض عظيم مش ضد بعض عظيم